الحسين تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لكي يكون الخطاب الإسلامي الثقافي خطابا ناجحا ينفذ إلى القلوب والعقول ويغير القلوب والعقول ينبغي أن نشخص هدف الخطاب وعلى ضوء تشخيص الهدف وتعيين الهدف نسير بالأساليب المناسبة الصحيحة للوصول إلى ذلك الهدف. هل الهدف من الخطاب الثقافي الإسلامي هو إذلال الآخرين وإسقاطهم؟ هل الهدف هو استفزاز الآخرين؟ أو أن الهدف هو هداية الآخرين؟ حينما نتكلم مع شخص يخالفنا أو يعادينا مرة نتكلم معه بلهجة استفزازية لنستفزه لكي أيضا هو يظهر الحالة العدوانية. مرة قصدنا هو إذلاله وإسقاطه. هذان الأسلوبان مرفوضان. ليس الغرض من الخطاب الثقافي الإسلامي هو إسقاط الآخرين وإذلال الآخرين أو استفزاز الآخرين، وإنما الغرض هو هداية الآخرين. هناك حقائق نريد أن نوصل هذه الحقائق إلى الناس حتى إلى الأعداء حتى إلى المخالفين، فإذا كان هدفنا هو إيصال هذه الحقائق ينبغي أن يكون خطابنا منسجماً مع الهدف، لأن الإنسان وسائله إذا لم تكن منسجمة مع الهدف الذي يحمله فإنه لا يصل إلى ذلك الهدف. وأما إذا كانت وسائله مناسبة لذلك الهدف فإنه بإذن الله تعالى يصل إلى ذلك الهدف. حينما نراجع القرآن الكريم أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وكلام الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام نجد أنه حتى في أشد الحالات عداء من الطرف المقابل، الطرف المقابل في أشد حالات العداء كأنه نفرض في حالة قتال، حتى في تلك الحالة تجد الخطاب بغرض هداية هذا الشخص، لأنه الإنسان يمكن أن يهتدي حتى إذا كان عدواً وحتى إذا كان معانداً. في بعض الأحيان يمكن أن يكون كلام يؤثر فيه فيهتدي. وكم نماذج لنا في التاريخ الإسلامي أشخاص بغرض عدائي جاءوا، ولكن حينما وجهوا بخطاب صحيح بخطاب لأجل هدايتهم تأثروا بذلك الكلام وبذلك الخطاب واهتدوا.
لنفرض أن الخطاب الذي يراد من هداية الطرف المقابل لم يؤثر في هذا الطرف، لم يؤثر فيه، بعض المعاندين لا يؤثر فيهم أي شيء، الإنسان يأتي إليهم بأية آية لا يهتدون لأنهم أغلقوا قلوبهم وعقولهم وعاندوا الحق. في هذه الصورة لإكمال وإتمام الحجة أمام الله عز وجل، المعذرة أمام الله عز وجل، إضافة إلى أن الكلمة يجب أن لا نلاحظ فيها، والخطاب لا نلاحظ فيه الزمان الخاص الذي نعيش فيه أو الشخص الخاص الذي نخاطبه، يجب أن يكون الخطاب يخترق الزمان ويخترق المكان، لعله نعلم بأن هذا الشخص معاند، ولكن الخطاب إذا كان خطابا صحيحا يخترق هذا الزمان وهذا المكان ويصل إلى آخرين، قد هؤلاء الآخرون قد يهتدون بذلك الكلام. أنت عندما تراجع سيرة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء وطريقة خطابه للأعداء، بعض الأحيان الذين هؤلاء الأعداء الذين جاءوا لقتال الإمام الحسين، بعض الأحيان هناك بعض الناس يشككون في بعض هذا الكلام. لماذا؟ يقولون مثلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان يعلم عداءهم، مثلا كان يعلم أن هؤلاء قد أغلقوا على عقولهم الحق وجاءوا عنادا، فبعض الكلمات يشككون فيها لأجل أنه الإمام يعلم بأن هذه الكلمات لا تؤثر فيهم، فلماذا يتكلم بهذا الكلام؟ فيجي تشكيك في أصل الكلام، في حين أنه لو نحن ننظر إلى هذه الكلمات وهذا الخطاب من هذه الزاوية نجد أن الكلام في موقعه وصحيح، ونسبته إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا يعتريها شك. مثلاً البعض يجي يشكك يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كيف طلب منهم الماء مثلاً، أو طلب إلى ولده الرضيع الماء، أليس هذا من نوع من الذلة مثلاً في معركة مثلاً يطلب منهم هذا الأمر؟ الجواب لا، الغرض أن هذا الكلام أولاً قد يؤثر فيهم، وخطاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أثر في كثيرين منهم الذين انحازوا إلى جيش الإمام وتركوا جيش الأمويين. هؤلاء ما كانوا فقط شخص واحد اللي هو الحر بن اليزيد الرياحي، وإنما كانوا أكثر من 30 شخص، في كتب السير مذكور 30 شخص التحقوا من معسكر الأموي إلى المعسكر الحسيني، أحدهم كان الحر بن يزيد الرياحي. إضافة إلى ذلك هذا الكلام الذي صدر من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كان ينظر إليه فقط باعتبار هؤلاء الذين جاءوا لقتال الإمام الحسين، وإنما هذا الكلام كلام هداية يخترق الزمان والمكان، وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة يؤثر في المستمعين وفي الناس ومشعل هداية للناس. فنحن حينما نخاطب الناس، نخاطب المخالفين، نخاطب الأعداء، يجب أن يكون خطابنا خطاب للهداية، لا لحالة من الاستفزاز ولا لحالة من الإذلال والتحقير في الآخرين كما هو في بعض خطابات بعض المسلمين، خطابا لمجرد استفزاز الآخرين فقط، أو خطابه فقط وفقط فيه حالة من الاستعلاء بالنسبة إلى الآخرين. في ضمن ذاك خطاب الهداية ينبغي أن تتوفر فيه أساسيات حتى يؤثر أثره. من الأساسيات المهمة في خطاب للهداية، في الخطاب للهداية، أن يكون يضمن جانب إقناعي. الإنسان الشيء الذي اقتنع به يعمل بذلك الشيء مهما كانت الظروف صعبة. أما الإنسان إذا ما اقتنع بشيء حتى إذا كانت الظروف سهلة يحاول أن يفر من ذلك الشيء، هذا شيء واضح في حياة كل إنسان. شوف الملايين من المسلمين يذهبون إلى الحج،
يصرفون أموال طائلة مثلا بالمليارات، مشقات كثيرة في الطريق يتحملونها، نفس الأعمال فيها مشقة على الكثيرين، ولكن الملايين يذهبون، والملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين يتمنون أن يذهبوا. لماذا؟ لأن المسلم مقتنع بأن هذا الأمر فريضة، لأنه مقتنع يتحمل الصعاب لأجل ذلك. أما إذا الإنسان مو مقتنع بشيء، تشوفه حتى إذا كان ذلك الشيء سهل على الإنسان ما راح يسويه، أو راح يفر منه، أو أي وقت وجد فرصة مناسبة يترك ذلك الشيء. فجانب الإقناع في الخطاب هذا جانب جدا مهم. ولذا عندما نراجع القرآن الكريم نجد القرآن الكريم عندما يذكر حكما من الأحكام من الواجبات أو المحرمات يذكر العلة أيضا لذلك الحكم. الصلاة لماذا واجبة؟ لذكري مثلا، يذكر العلة ولو في كلمة واحدة. الصوم واجب لعلكم تتقون في كلمتين مثلا. الحج واجب ليشهدوا منافع لهم. الخمر حرام، يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وكذلك القمار. أي واجب أو أي محرم تشوف أنه يذكر العلة فيه أيضا، تذكر العلة. وكذلك في كلام الرسول صلى الله عليه وآله أيضا كذلك. إحنا عندما نخاطب مثلا الناس، إذا واحد يسأل أنه لماذا مثلا الشيء الفلاني واجب، الحجاب واجب مثلا، لماذا الصلاة واجبة، لماذا مثلا الغيبة محرمة، الزنا محرم مثلا، لماذا؟ مرة تقول له أنه هذا أمر الله عز وجل وخلص. صحيح أمر الله عز وجل، وينبغي على العبد أن يطيع أمر سيده، والله عز وجل ينبغي علينا أن نطيعه. وإذا كلام قاله الله عز وجل أو الرسول بأمر من الله عز وجل خلص ينتهي الحديث والكلام. ولكن نفوس الناس ليست بهذا المستوى من القمة ومن الارتفاع، بحيث أنه بمجرد أن يعلم أنه كلام الله عز وجل يفعل ذلك الكلام أو يترك ذلك المحرم. أكثر الناس ليسوا هكذا. أكثر الناس يحتاجون إلى جانب إقناع. جانب الإقناع متمثل في ذكر علل الأحكام مثلا وأسباب الأحكام. ونحن نعتقد بأن الأحكام الشرعية إنما الله عز وجل قالها لأجل مصالح أو مفاسد. إذا كانت مصلحة فالأمر يصل إلى مرحلة الوجوب أو الاستحباب، إذا كانت المصلحة مثلا بمقدار معين. وإذا كان في الأمر مفسدة قليلة يكون مكروه، إذا مفسدة كثيرة يكون حرام. فالله عز وجل أيضا اعتباطا لم ينشئ حكما، وإنما لأجل مصلحة أو مفسدة في ذلك الشيء. فإذا الإنسان التفت إلى هذا الجانب شوف أنه العمل يكون سهل عنده. كذلك في الثقافة الإسلامية سواء قيم أو سلوك، إذا الإنسان اقتنع تشوف أنه راح يتشبث بهذه الثقافة مهما كان من أمر ومهما كانت من عوامل مضادة ومهما كانت من أساليب تحاول سلخ هذا الإنسان المسلم من التزامه ومن تدينه. ترى بعض المسلمين مثلا الآن هناك في فرنسا قانون بمنع الحجاب في المدارس، هو القانون بالأساس موجه ضد المسلمين طبعا، حتى لا يقولون احنا عنصرين ضد المسلمين. مثلا منعوا القبعة اليهودية والصلبان الكبيرة النصرانية، مع انه فرق القبعة اليهودية والصلبان الكبيرة النصرانية مو من فرائض الدين عند اليهود او النصارى، اما الحجاب من الفرائض الدينية على المرأة المسلمة. زين، الظرف العام الشعب الفرنسي ضد الحجاب، الساسة ضد الحجاب، القانون ضد الحجاب بحيث أنه يمنع هذه البنت من الدراسة، من مواصلة الدراسة إذا راحت بالحجاب بالمدرسة، يعطولها إنذار بعد أسبوع يفصلوها من المدرسة. والآن بدأوا بفاصل كثير من بنات المسلمين
من المدارس، لماذا هذه البنت المسلمة متشبثة بهذا الحجاب؟ لأنها مقتنعة. حتى إذا هذا الأمر والتشبث والتمسك بالحجاب سبب لها أن تفقد فرصة الدراسة في المدارس الحكومية مثلا، وتضطر إلى أن تذهب إلى المدارس الخاصة وتدفع أموال مثلا للالتحاق بالمدارس الخاصة وللدراسة، ولكن لأنها مقتنعة بذلك اقتناعها يسبب أن تتحمل الصعوبات. أما بعض المسلمين اقتناعهم ضعيف أو ماكو اقتناع وإنما مجرد طقوس، زين شوف أنه عندما تأتي إلى باب المدرسة تنزع الحجاب، تدخل بدون حجاب المدرسة، تريد تخرج من المدرسة تلبس الحجاب مثلا، كأنه الحجاب ليس بواجب داخل المدرسة وواجب خارج المدرسة. الإنسان إذا كان مقتنع بشيء يتحمل الصعوبات في اتجاه ذلك. حتى كثير من الأحيان الإنسان المقتنع بمبدئه يستعد أن يضحي بنفسه تجاه لأجل ذلك المبدأ، مع أن الإنسان أغلى شيء عنده هو نفسه. وإذا الإنسان يحب شيئا فإنما لأجل أنه يحب نفسه يحب ذلك الشيء بشكل عام. إذا يحب مثلا ابنه أو يحب أباه أو يحب مجتمعه فإنما يحب ذلك الأب أو ذلك الابن أو ذلك المجتمع لأنه هو مرتبط بذلك الأب أو الابن أو المجتمع، فلأنه يحب نفسه يحب ما يتعلق بنفسه. هذا بشكل عام بالنسبة للإنسان. ومع ذلك تشوف أن الإنسان اللي هو أغلى شيء عنده حياته مستعد أن يضحي في هذه حياته تجاه هدفه، لأنه مقتنع لأجل هدفه، لأنه مقتنع بذلك الهدف. فإحنا خطابنا لازم يكون خطاب إقناعي، مو أنه خلص نذكر هذا حكم الله عز وجل في أمان الله. صحيح نذكر حكم الله عز وجل، ولكن ضمن براهين وأدلة حسب مستوى الطرف المقابل لكي يستوعب ذلك الحكم ويقتنع به، وإذا اقتنع به سوف يمارس ذلك الحكم أو تلك الثقافة ممارسة في سلوكه عملاً، ويتحمل في اتجاهها الصعاب. تشوف القرآن الكريم مثلا، ذكرنا أن القرآن الكريم ذكر نماذج وقصص من الأمم السابقة ومن الأنبياء السابقين. أكو السؤال أنه القرآن الكريم ذكر بعض الحضارات اللي كانت أطراف الجزيرة العربية وبعض الأديان اللي هي أطراف الجزيرة العربية وبعض الأنبياء الذين هم كانوا أطراف الجزيرة العربية، ما ذكر حضارات بعيدة كانت حضارات في أمريكا الجنوبية، في أمريكا الشمالية، في جنوب أفريقيا، في الصين مثلا، في أماكن أخرى كانت حضارات، وأكيد كل حضارة كان فيها أيضا أنبياء، لأن كل أمة الله عز وجل جعل فيها رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلا خلا فيها نذير في آية أخرى. لم يذكر الأنبياء اللي كانوا في حضارات أخرى وفي أماكن أخرى، كانوا أنبياء حسب هذه الآية في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا مثلا، في الصين، في أماكن أخرى وكانت حضارات. لماذا لم يذكرها الإسلام؟ بعض النصارى يجي اللي يشكك في القرآن مثلا يجي يتهم الرسول صلى الله عليه وآله، يقول بأن الرسول هو الذي وضع القرآن، ما كان عنده اطلاع بالحضارات الأخرى وكذا، هذا الشيء اللي أطرافه كان مطلع عليه فلذا مثلا ضمنه في القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ولحد الآن هذا الاتهام يكيلونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن عندما أنت تأتي وتحلل أن القرآن لماذا يذكر القصة ولماذا يذكر تاريخ حضارة ولماذا يذكر أمة، يذكر ذلك لأجل الهداية، مو أنه مجرد قصة كما ذكرنا لقد كان في قصصهم عبرة. القصص إنما تذكر العبرة. فإذا مصداق ومثال تراه الأمة ويراه الناس أمام أعينهم، هذا المثال راح يأثر فيهم أكثر مما نذكر مثال من شيء غائب عن حواسهم ولا يطلعون عليه. إذا أنا أريد أذكر فكرة أن العمل الفلاني يؤدي إلى النجاح أو إلى الفشل، أذكر أن هذا جارنا عمل هذا العمل فنجح أو فشل،
وأنت تعرف هذا الجار، راح الفكرة أكثر تأثر فيك مما أذكر أنه فتشخص مثلا في أمريكا الجنوبية لا تعرفه فعل هذا الفعل ونجح أو فشل، هذا ما راح يأثر فيك. ليش؟ لأن الإنسان المصداق اللي يشوفه أمام عينيه ويعي ذلك المصداق راح يأثر فيه أكثر مما هناك يكون مصداق الإنسان ما يعيه وما ولا يطلع عليه. لذا الله عز وجل حينما يذكر الأمم يذكر أمم يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، هذه الحضارات اللي كانت أطراف الجزيرة العربية ذاك الوقت حملت الإسلام، كان ينبغي أن يكونوا من هذه المنطقة من الجزيرة العربية وأطرافها في البداية لكي يحملوا الإسلام إلى كل مكان من العالم. زين، ذولا كيف يهتدوا؟ وكيف حينما تتكلم مع الديانات السائدة في ذلك الوقت مثل اليهود والنصارى والمجوس، تكلم معهم بأمثلة يعرفونها مو أمثلة يجهلونها، والغرض هو الهداية وليس الغرض هو سرد تاريخ. ولذا الله عز وجل بالنسبة إلى الأنبياء يقول بعض الأنبياء قصصنا عليك وبعض الأنبياء لم نقصص. ليش؟ لأن فيما قصصنا عليك الكفاية والناس يعرفونهم في الجملة، فيكون الكلام أكثر تأثيراً فيهم مما إذا كان يذكر أنبياء الناس لا يعرفونهم أو تذكر حضارات الناس لا يعرفونها وإنما يقولون هذه مثلاً من الخيالات. فبناء على ذلك في الخطاب الإقناعي في الخطاب الثقافي الإسلامي يجب أن يكون الجانب الإقناعي حاضراً وبارزاً وواضحاً لكي يتمكن الكلام من النفوذ. ثم إنه لا يمكن للخطاب أن يؤثر إلا عبر ثلاثة أمور: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني التكنولوجيا أو التقنية، والأمر الثالث وسائل الدعاية. العلم يعني الشعب اللي مستوى الوعي عنده هابط وداني، قد لا يلتفت أو لا يفهم كثير من القيم. أما الشعب أو الإنسان اللي مستوى العلمي مرتفع راح يفهم كثير من القيم، وهذا فهمه وعلمه راح يسبب أنه يستوعب هذه القيم الإسلامية الأصيلة. فالمجتمع الجاهل استيعابه لهذه المفاهيم راح يكون ضعيف، والمجتمع الذي له ثقافة وله علم وله فهم راح يستوعب الثقافة الإسلامية بشكل أكبر وبشكل أحسن. فلذا الناس الذين كانوا يفهمون وكانوا علماء أسرع تقبلوا الإسلام من الجهلاء ومن عامة الناس. ليش؟ لأن الإنسان إذا عنده علم وعنده وعي أسرع يلتفت إلى نور الحق، أما الإنسان اللي ما عنده علم وهو جاهل أبطأ يلتفت إلى هذا الأمر. الشيء الثاني التقنية، لتعبيد الطريق أمام الخطاب الثقافي الإسلامي يجب الاستفادة من مختلف الوسائل التقنية أو التكنولوجيا الحديثة الموجودة. والنقطة الأخرى، نحن نختصر هذه النقاط لأن الوقت قد أدركنا، أيضا وسائل الدعاية، نحن بحاجة إلى وسائل الدعاية لتركيز هذا الخطاب. وسائل الدعاية مختلفة، هذه وسائل الدعاية قد تكون عبر الأفلام، قد تكون عبر المسارح، قد تكون عبر الفضائيات، قد تكون عبر الإذاعات، قد تكون عبر المجالس، المنابر، الندوات، المؤتمرات وأمثال ذلك. هذه وسائل الدعاية التي تركز الفكر في أذهان المجتمع. كذلك نقطة أخرى، باعتبار هذه النقطة سابقا ذكرناها ولكن نكررها لأهميتها والارتباطها بالبحث، وكذلك نحن لأنه كتابنا القرآن الكريم هو باللغة العربية، وروايات الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أيضا باللغة العربية، يجب علينا إحياء اللغة العربية وإحياء المفاهيم القرآنية. كما ذكرنا سابقا أن هناك كلمات عربية استعملت في القرآن بمعنى ثم بالتدريج استعملت في معنى آخر، يجب أن نحاول أن نسترجع تلك المفاهيم لهذه الكلمات حتى عندما الآية القرآنية أو الرواية
تعطى للناس وتلقى على الناس وتتلى وتقرأ يكون استيعابهم سهل وسريع، لا يكون هناك حاجة إلى تفسير وإلى تبيين وإلى ترجمة وإلى معنى. وقد في كثير من الأحيان يكون المعنى اللي يترجم أو يفسر أو كذا خطأ، وإنما يجب أن يكون نحاول أن هاي المفردات القرآنية والروائية تكون بشكل اللي يألفها أذهان الناس حتى تتحول إلى كلام يومي هم ينطقون به، حتى إذا سمعوا القرآن أو الرواية يلتفتون إلى معناها بسرعة. فعلى كل حال نحن بحاجة إلى أن يكون خطابنا خطابا صحيحا سليما، نشخص هدف الخطاب، يكون الخطاب خطاب للهداية لا للاستعلاء والاستفزاز والإذلال، يكون خطاب فيه جانب الإقناع، وأيضا نستفيد من مختلف الوسائل العلمية والتكنولوجية والدعائية لتركيز هذا الخطاب. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.